السلام عليكم ورحمة الله. هل تبدو المخاوف جدية من احتمالات تغلغل البعثيين إلى العملية السياسية في العراق؟ وما هي مبررات التحذير من هذا الخطر؟ وما هي المؤشرات على أن من يسمون بالبعثيين الصداميين قد تمكنوا من فتح ثغرات في المؤسسات الحكومية والسياسية؟ وما هي دلالات ما نسب إلى رئيس حزب مشارك في العملية السياسية بأن 40 مقعدا على الأقل سيشغلها البعثيون في البرلمان المقبل؟ وإلى أي حد يعبر هذا التصريح عن جدية الحديث عن انضمام بعثيين إلى بعض الكتل والائتلافات المشكلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة؟ موضوع حلقة هذا اليوم من العراق اليوم تغلغل البعثيين في العملية السياسية، والتي سيرافقنا فيها الضيوف في هذه الحلقة: عادل المانع رئيس تحرير صحيفة كل العراق من بغداد، وأيضا الشيخ شبر فقيه أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة الأمريكية من بيروت، وجمعة العطواني قيادي بل المتحدث الرسمي باسم كتلة الجهاد والبناء من بغداد. أهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام، وسندخل في نقاش حول موضوعنا لهذا اليوم: تغلغل البعثيين في العملية السياسية، بعد أن نتابع هذا التقرير. تزايدت تصريحات القادة السياسيين من القوى الإسلامية والوطنية الداعية إلى الحذر من مشروع مدعوم من بعض الدول العربية هدفه زج البعثيين الموالين للنظام السابق في العملية السياسية الجارية في العراق. وتحدثت الأوساط السياسية عن نشاط غير مسبق لخلايا نائمة لحزب البعث المنحل بهدف اختراق الأحزاب والائتلافات التي تشكلت لخوض الانتخابات المقبلة. وحذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم من محاولات البعثيين لتحقيق اختراق في الأحزاب العراقية المشكلة حديثا، وأشار إلى أن بعض العناوين الحزبية التي أعلن عنها مؤخرا باتت تشكل غطاء لعودة نشاط البعث في العراق. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي دعا إلى إغلاق الثغرات والمنافذ التي يسعى البعثيون النفوذ منها إلى النظام الجديد في البلاد. وكانت صحف عربية نقلت عن عناصر تنتمي إلى حزب البعث بأن البعثيين في الداخل تلقوا توجيهات بانتحال صفات سياسية ودينية مختلفة تمكنهم من الانضمام إلى أحزاب وائتلافات حزبية والسعي للوصول إلى مناصب مهمة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة العراقية. وتؤكد قوى سياسية من بينها التيار الصدري أن البعثيين قد تمكنوا بالفعل من اختراق وزارات مهمة من بينها الداخلية والخارجية والتعليم العالي، وباتوا يتحكمون بمفاصل أساسية في المؤسسة الأمنية. نحييكم مشاهدينا، ونبدأ هذه الحلقة من العراق اليوم، ونبدأ من ضيفنا سيد عادل المانع رئيس تحرير صحيفة كل العراق. سيد المانع، المخاوف برأيك هل تبدو جدية من احتمالات تغلغل البعثيين إلى العملية السياسية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. وأنا في البدء بودي أن أعرب عن تضامني مع قناة العالم للحملة التي تقودها بعض قوى الضلال والشر لتكميم هذا المنبر الإعلامي وهذا الصوت الإعلامي عن نقل الحقائق. ما تفضلت به من سؤال سيدتي الكريمة أنه بخصوص عودة البعثيين إلى العراق أو إلى الحكم في العراق، أنا بتقديري أنه الأيام القادمة هي حبلى بما ستنتجه من ضغائن البعثيين والقوميين والعروبيين والشوفينيين، لأنه المخطط كبير، وأنا بتقديري أنه المخطط لم يكن هو وليد اليوم، بل هو وليد ما قبل عام 2003. وإذا ما رجعنا بذاكرتنا إلى الوراء قليلا سنجد أنه أحداث 11 سبتمبر سواء كانت مفتعلة من قبل القوات الأمريكية أو لم تكن مفتعلة، فهي كانت نتاج فعل تنظيم القاعدة. ألم يكن من الأولى والأحرى، وهو هذا السؤال المهم، أن يكون التواجد الأمريكي في أفغانستان
للقضاء على الإرهاب بشكل دائم؟ لماذا أنهت القوات الأمريكية الملف الأفغاني بظرف سنة وكان هناك مؤتمر ألمانيا ونصبت حامد كرزاي رئيسا على أفغانستان ثم اجتاحت العراق لتبقى في العراق بشكل دائم؟ إذن هو هذه واحد من المخططات، لأنه هي كانت تجهل أنا بتقديري أنه هناك ملفات في الداخل العراقي لم تتمكن أمريكا من فتحها قبل اجتياحها العراق، مما حدا بها إلى أن تتصرف بشكل دقيق ومنظم ومخطط له مع السنين التي تلت عام 2003. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه أنا كثيرا ما أقول وأصرح وقد انتقد من قبل الإعلاميين أو من قبل السياسيين، ولكنني كقريب من دائرة المطبخ السياسي إن صح التعبير أرى أنه الأمر هو لا يعدو هذا التكالب على العراق الآن لا يعدو دائرة الطائفية، وكل العرب الذين تقود المركب أو تقود ركبهم السعودية ومصر في هذا المجال تحديدا أنه لا يعدو كون الطائفية. لو كان النسبة الأكبر التي تحكم العراق هم من العرب السنة أخواننا، حقيقة أنا لا أدعو إلى الطائفية في هذا، ولكن بودي أن أشير على أنه هناك فرق بين السياسيين من المذاهب المختلفة وفرق بين التآلف والألفة واللحمة العراقية كشعب عراقي. أنا أؤكد مرارا وتكرارا على أنه لم يعد وجودا للطائفية في العراق، ولكن بمعناها السياسي أنه هم يدفعون بأي شكل من الأشكال إلى عدم تواجد الشيعة على كرسي الحكم، وهذا ما يثير قلقهم. فلذلك نجدهم أنه عادة ما يركزون على قضايا كثيرة، ولهذا أنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعتزم يعني احتضان مؤتمر دولي بعد أيام سيعلن عنه أو سيعلن عن إقامته، هو بدعم سعودي تركي، وشهدنا في تركيا وشهدنا في السعودية وشهدنا من الأقوال الحقيقة والتصريحات الكثيرة. ومما يثير الاستغراب في هذا الملف حقيقة أنه كثير من القوى السياسية التي تؤمن بالقومية أو تؤمن بالفكر القومي هي كانت يعني بيدق شطرنج في أيادي البعثيين للتحرك هنا وهناك لخدم الأجندة. سيد عادل يعني اسمح لنا أن نرفع وجهة النظر التي طرحتها هذه إلى الشيخ شبر. اسمح لنا نطرح وجهة النظر هذه على الشيخ شبر فقيه، وهو أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة الأمريكية. شيخ فقيه، ضمن التحية والترحيب بك، يعني في المخاوف وجدية احتمالاتها والتي تهدف إلى تغلغل البعثيين إلى العملية السياسية، السيد عادل منع الآن طرح وجهة نظر وهي بأن هناك مخطط، والمخطط ليس بجديد يعود لسنوات سابقة، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى والتي تدخل على الخط فيها القوات الأجنبية واليد الأجنبية أيضا، فما رأيك في ذلك؟ طبعا اسمحي لي في البدء أن أقدم تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة العالم، وكذلك أشارك السيد المانع في استنكاره. في البدء أنا من منظري الواقعية السياسية، بمعنى أن تعبر وشمولية أكثر، هنالك نظام دولي الأساس فيه هو المصلحة. لا أتصور أن نظرية المؤامرة وأن الجميع يتكالب على العراقيين، هذا يعني في تبسيط إلى العملية السياسية العراقية. لا بد أن نؤمن أن السياسيين العراقيين أحيانا هم الذين يفسحون المجال إلى الآخرين إلى التدخل بشؤونهم. العملية السياسية، لا بد أن نعترف أن العملية السياسية بالعراق شابها الكثير من الخلل، لذلك التحجج بهذه الشماعة بدون النظر إلى العملية السياسية الداخلية بالعراق، خاصة إذا علمنا أن السياسيين العراقيين إلى الآن لم يجتمعوا على كلمة واحدة. التناحر السياسي العراقي بطبيعة الحال يغري كثير من الأطراف إلى الدخول إلى العملية السياسية. يعني احنا لا نصور أن السياسيين العراقيين هم حمل وديع وأن هناك جهات تتكالب عليهم، بطبيعة الحال العراق مطمع لكثيرين، لما يملك من ثروات، لموقع الاستراتيجي، لتوجهاته التي أصبحت تقريبا غير التوجهات لأغلب دول الجوار إلى العراق، ولكن هناك هواية سياسية في التعاطي مع الأحداث. أنا